خوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خوف أو يرى دري قسمته تقسيمي. خوف يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى. خوف هذا يرى جاغ صرفت الله دباري. ومن صرف هذا الخوف لغير الله فهو شرك أكبر. أو دغر أن الله ندايرة شيء إنسان بلشة الصرف كل بلشة وارد ولا شرك أكبر. لأن الخوف عبادة لله. ذكى يرد الله نداد الله عبادته دي. ولا يمكن أن نخاف من أحد كخوفنا من الله. دا إمكان نلريج من دس كان ويريق ولا كسنجة إذا الله نيريق. فإذا كان يخاف من أصحاب القبور يخاف من الجن كخوف من الله هذا هو الشرك الأكبر. كشرت د قبرنا ولاونا أو د بيريانا داس يريق ولا كسنجة إذا الله نيريق إذا شرك أكبر ده. الثاني خوف طبيعي لا جائز لا يلام عليه العبد. دوام يرى هذا طبيعي يرى هذا جائز ده باقي ما نسوق ملامته. يخاف من اللصوص من قطع الطريق يخاف من النار يخاف من الأسد. دغلونا دداكوانونا دورنا زناورنا يريدل. الثالث من الخوف خوف محرم. درام قسم يرى حرام ذا. بعض الناس يذنب. زني كسان زناكي. ثم يخاف أنه لا يغفر له فلا يستغفر. هذا خوف محرم. بيا يريق بديم عند شيرة توبة مقبولة نشي توبة نوباسي. أو الولد يخاف من الأب. ويطيع الأب في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو يا يوزويدا قد بلارنا يريق ودغيري دواجنا أغا قناه كيدا الله رب العالمين فرماني كي. نعم إذن هذه أقسام الخوف الثلاثة والله أعلم. دا خوف دياري أغا دري قسم دي والله أعلم.